وضع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة ومعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الدكتور طيار صالح سليم بن نهيد حجر الأساس لاستكمال تنفيذ مشروع مطار مأرب الدولي، وذلك تزامنا مع احتفالات شعبنا بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. وتشمل المنشآت مبنى المطار وعددها 14 منشأة إضافة إلى أعمال الساحات والمواقف والطرقات والرصف للمدرج والمدخل. وسيقدم المطار عند تشغيله خدمات تسيير الرحلات الداخلية والدولية والشحن الجوي والصادرات والواردات وتزويد الطائرات بالوقود وصيانتها. كان عضو مجلس القيادة محافظ مأرب خلال لقائه بمكتبه رئيس الهيئة العامة للطيران والفريق الهندسي المرافق له الذي يزور المحافظة قد اطلع على جهود الهيئة المبذولة للإسراع في استكمال تنفيذ المشروع والإجراءات المتبقية من أجل تسجيل المطار لدى الهيئات العربية والدولية للطيران المدني والحصول على كود دولي للمطار والتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للطيران والسلطة المحلية لتسهيل وتذليل الصعوبات والعقبات من أجل الوصول لتشغيل المطار في أقرب مدة ممكنة. من جانبه أكد الكابتن بن نهيد أن المطار سيكون إضافة نوعية للمنطقة الشرقية بشكل عام، وسيشمل وسيمثل بوابة مهمة في حياة محافظة مأرب والمحافظات المحاذية، ويحظى موقعه من الجوانب الفنية بامتيازات عن خصائص المطارات الأخرى من حيث قابليته للتشغيل السليم وضمان السلامة والجانب الاقتصادي والتشغيل التجاري المثمر من حيث ارتفاعاته عن سطح البحر وطول الممرات والتجهيزات الفنية التي سوف تتم لاحقا، معلنا عن استعدادهم لبذل كافة الجهود للإنجاز في أقصر فترة وبالمواصفات العالمية. أن نأتي اليوم وأن نضع حجر الأساس لاستكمال إجراءات الأعمال الإنشائية والاحتياجات اللازم لاستكمالها في مطار مأرب الدولي، ووفقا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير النقل، وكذلك جهد رئيس الهيئة العامة المباشر في هذا المشروع الهام والحيوي. لا شك أن الجميع يدرك أن أهمية المطار من الناحية الخدمية، من الناحية الإنسانية، من الناحية التنموية والربط بالعالم في الجانب السياحي في الجانب الثقافي. المطار له أهمية كبرى، خاصة ومأرب اليوم تحتضن ملايين من البشر من عدد من المحافظات، إضافة إلى أنه خدمة وطنية وليس لمحافظة، فهو يخدم الجمهورية اليمنية كحال بقية المطارات الرئيسية في الجمهورية. طبعا المدرج هذا هو هدية لنا أيضا من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى المطار الرئيسي الذي تكرم بالتوجيهات به خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. وبهذه المناسبة نشكر القيادة السياسية والحكومة والوزارة المعنية والهيئة العامة، والمؤمل إن شاء الله سرعة الاستكمال هذا المطار الحيوي الهام والذي يأتي في مرحلة هامة وصعبة. سعيد أنا اليوم نكون بينكم لنضع حجر الأساس لاستكمال مطار مأرب. طبعا مأرب لديها مطار من فترة من سنين يعني، وهذا المطار هو تغيير في الموقع فقط، ولكن التسميات والتاريخ ممتد، تاريخ الطيران في محافظة مأرب. ليس نؤسس له اليوم، ولكن تحظى المحافظة بمطار وبخدمات من السابق. هذا المطار سيكون بوابة مهمة في حياة المنطقة، ليس مأرب ولكن حتى المحافظات المحاذية، ويحظى هذا المطار بموقع من الجوانب الفنية، موقع يعني يحظى بامتياز في خصائص المطارات من حيث قابليته للتشغيل السليم وضمان السلامة والجانب الاقتصادي التشغيل التجاري المثمر من حيث ارتفاعاته عن سطح البحر وطول الممرات والتجهيزات الفنية التي سوف تتم في الفترة اللاحقة.
طبعا زي ما قلت ان المطار مهم جدا، وسوف ينقل او يكون إضافة نوعية لهذا المنطقة الشرقية بشكل عام. يعني نبارك لكم ونعلن عن استعدادنا لبذل كافة الجهود للإنجاز في أقصر فترة وبالمواصفات العالمية، ونتمنى قريبا أن نكون من ضمن ركاب الرحلة الأولى التي سوف تهبط بهذا المطار.